خليني ابتدي بخبر للرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عودنا ان تقريبا بقى كل يوم جمعه بيكون لسيادته جوله تفقديه باحد المشروعات القوميه. جولته امبارح كانت لمتابعه العمل بشبكه محاور وطرق الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهره والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق الاسكندريه القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومتر، هيصبح 8 حارة مرورية في كل اتجاه. أيضا تطوير محور الضبعة بطول 260 كيلومتر ليصبح 8 حارة مرورية في كل اتجاه. تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتى مطار العلمين. تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 كيلومتر ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه. أيضا وجه الرئيس السيسي بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة، مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي ومدينة العالمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العالمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلقى البقعة الجغرافية من الجمهورية. أستاذ جميل، يعني لما بتكلم على تنمية أنا اسمح لي أن أنا وأنا بقرأ الخبر وبقول تنمية، ده أنا بتكلم بقرأ خبر في منطقة محددة. شفت قلت كم مشروع؟ يعني شوف أنا قلت كم مشروع وكم محور وكم طريق، وخاصة فعلا أن المشاريع في هذه المنطقة هتبقى على مدار الأيام المستقبل القريب مش حتى البعيد، هتبقى في حركة جامدة جدا على هذه الطرق. شايف هذه الإنجازات إزاي؟ وخليني أقول الإنجازات لأنها فعلا إنجازات. يعني أنا هقول لحضراتكم على حاجة، أنا شخصيا كنت باخد الطريق ده وأكيد حضرتك خدته لما كنا بنطلع في الصيف في الساحل الشمالي، كنا بنمشي لغاية ما بنوصل للعجمي وبعدين نكمل وبعدين بقى طريق العلمين لما ابتدى يتعمل وكان قد كده. شوف دلوقتي بقى الطرق عاملة إزاي وانت ماشي حتى لو على طريق الضبع. مشروع الدلتا الجديده شايفه، شايف المشروعات السياحيه، شايف العلمين، يعني بالنسبه لنا احنا مولود بيكبر قدامنا يوم بعد يوم بالزبط. وبسم الله ما شاء الله. اللي مش شايف بقى يقول انا مش شايف، يعني ما يعني مش عارف اقول له ايه. يعني دي انجازات فعلا احنا حاسينها، يعني احنا كمصريين شايفينها وحاسينها. لا هو السبع سنين اللي فاتوا دول احنا شفنا على ايدينا البلد، كنا عايشين في بلد كانت شبه دوله زي ما سياده الرئيس قال، انما دلوقتي احنا شايفين دوله قويه، دوله حديثه، دوله متطوره، دوله فيها مشروعات، كل يوم في مشروع جديد، كل يوم في تطور جديد داخل الدوله. احنا شايفين الرئيس عندما تولى الرئاسه في 2014 كان عنده مشروع قومي، مشروعه اعاده بناء الدوله المصريه وان مصر تكون قوه فاعله في المنطقه وفي العالم كله. هو ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. لهذا السبب هو كل يوم جمعه طبعا كل يوم بيتابع الشغل وبيتابع لقاءاته بالوزراء، لكن كل يوم جمعه هو بينزل بنفسه بيتابع، ما بيستناش التقارير تروح له لغايه مكتبه، ما بيستناش ان يتقال له مثلا المشروع ده فيه تم الانتهاء من كذا، لا هو بينزل بنفسه بيتابع المشروعات دي وبيتابعها عن كثب. يعني بنشوفه كان في وسط البلد ماشي في المحاور الرئيسية وبيلتقي بالناس وبيشوف الناس وبيعرف الناس والشعب عايز ايه. ثانيا بيشرف على بيتابع المشروعات اللي بتتم، ولهذا السبب هتلاقي فيه حركة كبيرة بتحصل وحركة سريعة جدا في الانشاءات وفي الطرق وفي المشروعات القومية وفي المدن. ده كمان بيبس روح العمل عند العامل اللي واقف بيشتغل في المكان، اذا كان هو بيشتغل في المكان هو منتظر في اي لحظه رئيس الجمهوريه يجي يتابع معاه الشغل او يتابع. فلهذا السبب هتلاقي فيه الناس بتشتغل بحب، الناس بتشتغل عشان البلد، رئيس الجمهوريه بنفسه بينزل بيتابع الشغل بنفسه، فانا لازم اشتغل ولازم. لهذا السبب حصل التطور والتحديث السريع جدا في زمن قياسي في سبع سنين. في سبع سنين بنينا عاصمه اداريه جديده، مدينه العالمين الجديده، 20 مدينة جديدة، القضاء على العشوائيات بالكامل،
المحاور والطرق اللي بنتكلم عليها، المصانع، مشروعات زراعيه كبيره، مشروع مستقبل مصر، الدلتا الجديده، كل ده دلوقتي حياه كريمه واللي احنا شايفينه بيحصل. طبعا ما هو طبعا وصولا بقى الى حياه كريمه اللي هو ده اضخم مشروع في القرن، اللي هو 58 مليون مواطن او 58% من سكان مصر، اللي هو 58 مليون مواطن ما كانش واصل لهم الخدمات، ما كانش واصل لهم. احنا كنا بنشوف القرى المصريه عامله ازاي والنجوع كانت عامله ازاي، ما فيش صرف صحي، ما فيش كهرباء، ما فيش ميه، ما فيش مدارس، عشان كان الطفل يروح مدرسه كان بيمشي بالخمسه وسته كيلو عشان يروح مدرسته، ومفيش مواصلات. انما كل دلوقتي الدنيا كلها اتغيرت في هذه القرى، وهتتغير في خلال كام؟ 4500 قرية في خلال ثلاث سنين. إذن ده المشروع القومي إعادة بناء الدولة. طبعا هنرجع للطرق والمحاور. طبعا في الساحل الشمالي أو المنطقة دي كلها هنلاقي المنطقة دي فيها العديد من المشروعات، يعني هنلاقي العلمين الجديدة، العلمين الجديدة دي وما فيها من عملية تطوير وتحديث وإعادة بناء المنطقة دي مهمة. هنلاقي دلتا جديدة، الدلتا الجديدة، مشروع مستقبل وطن، مستقبل مصر في المنطقة دي كلها. هنلاقي الضبع، مفاعل الضبعة. هنلاقي طبعا وصول لمرسى مطروح والحدود الغربية. كان من أسبوع او اسبوعين افتتاح قاعده جرجوب، كل ده على الساحل الشمالي الغربي، ومحمد نجيب كمان والساحل الشمالي الغربي ومحمد نجيب. اذا المنطقه دي اصبحت منطقه حيويه، اصبحت منطقه هامه جدا. كان زمان الاستغلال هي شهرين في السنه، يعني كان الناس بتروحها شهرين في السنه، هي الناس كانت بتستغلها. لسه بقول لحضرتك هي شهرين في السنه، لهذا السبب ما كانش فيه اهتمام كبير بالطرق، وكانت الطرق وكان اكبر مكان بيحصل فيه حوادث. الطريق الساحل الشمالي ده اكتر مكان كان بيحصل فيه حوادث وبيحصل فيه ازمات كبيره جدا. لكن في الوقت الحالي هي ما هياش شهرين في السنه بس، لا هي طول السنه، وطول السنه وفي مشروعات قوميه كبرى بتتعمل هناك، وفي تنميه كبيره بتحصل في هذه المنطقه. احنا عشان يعني يتم التنمية في أي مكان، هو أنت لازم توصلي لهذا المكان بشكل آمن، ويكون في سلاسة في نقل البضائع والوصول إلى المكان. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، هو ده اللي بيحصل في جميع المحافظات الجمهورية، الوصول للمكان بطريقة أسرع وبطريقة أسهل، وعدم تكدس، وعدم الطرق كل ما بتكون آمنة، كل ما الطرق دي كل ما بتحقق نسبة أقل في عدد حوادث الطرق. وأيضا في مطار كمان، يعني لما بنتكلم على مطار العالمين ورأس الحكمة، هذه المنطقة ما كانش فيها غير مطار برج العرب كان يعني فيها بس. لكن دلوقتي ما أنا بقول لحضرتك هي المنطقة هناك تطورت وتغيرت بشكل كبير. فعشان تتغير وتتطور بشكل كبير لازم يبقى فيه محاور وطرق تناسب التطوير اللي حاصل هناك ده. احنا شفنا طريق الضبع الجديد اللي اتعمل، لكن الرئيس طالب انه يبقى فيه حارات زيادة، يبقى 8 حارات. ايضا الساحل، طريق الساحل الشمالي طالب برضو انه يتم توسيعته. كل ده ليه؟ زي ما بنقول لحضرتك ان في مطار، في مشروعات قومية كبرى هناك، لازم هيحصل فيه عمليات نقل مواد وجلب مواد للمحافظات كلها من خلال مشروع الدلتا الجديدة، في تطوير وتحديث. فكل ما يحصل تطوير كل ما لازم المحاور تكون على أعلى مستوى، وده اللي احنا شايفينه في المحافظات الجمهورية كلها. يعني احنا شايفين في محافظات الجمهورية كلها المحاور بقت من احسن المحاور، وهي مطابقه للمواصفات العالميه. كان قبل كده نمشي في الطرق، يعني نسافر من هنا لبني سويف مثلا اللي هي مسافه قريبه، تلاقي الطرق صغيره، في حوادث كتير، الطرق غير امنه بالمره لانها غير مطابقه للمواصفات العالميه في الطرق. فتلاقي العربيات النقل لما بتمشي عليها بتبوظها لان الوزن بيبقى بزياده. فكل ده تم تداركه، كل ده تم حله، وقدرت احنا قدرنا دلوقتي نربط جمهورية مصر العربية كلها ببعض. يعني كان قبل كده كنا نلاقي سينا ما فيش ربط بين سينا والدلتا غير نفق الشهيد احمد حمدي، وكان في ازمه كبيره جدا في نقل البضائع لانه في تكدس بيحصل. انما دلوقتي في 6 انفاق، فكل دي فاحنا قدرنا ان احنا نقضي على التكدس، واتربطت الجمهوريه كلها ببعض.
قبل ما اسيب الخبر ده انا عايز اقول على ملاحظه صغيره دايما بلاقيها في سياده الرئيس، بيسابق الزمن بشكل يعني غير طبيعي غير طبيعي. امبارح حتى وانا بتفرج على التقرير، يعني الطريق ده يخلص في قد ايه؟ لا هو مش عايز، يعني لو هو بيتكلمه مثلا في 3 4 شهور هو عايز، لا شهر شهر. هو حتى حضرتك اكيد سمعت التقرير، أكيد انا عايزه في شهر. آه. بيسابق، وده يمكن بينعكس انه حتى يوم الجمعه هو موجود وواقف وبيتابع، وده يعني هو عايز يشوف مصر الجديده دي بالظبط باسرع ما يكون، هو قال وبجوده. هو قالها اول امبارح لما كان في الاستاد، قال انا كنت بحلم ان انا لما اعدي من منطقه، فكنت بحلم بشوف هل المنطقه دي هتقدر تبقى كويسه. هو دلوقتي يعني سياده الرئيس عنده هدف، حلم، وبيحقق الحلم، وعشان يحقق الحلم هو لازم يتابعه بنفسه. هو مشروعه القومي اللي بيتابعه بنفسه هي. وبيحافظ عليه مشروع في وجدانه من زمان، من يعني زمان.